وإن شاء الله نشوف أحلى سانسيت دي الإمارات. إذا تدوس على سبورت يفتح الثمان سلندرات كلها ويخلي الستيرينج أكثر شدادة والسسبتش أكثر شدادة والطاقة أكثر شدادة. اسم شدادة حلوة، اسمي بنتي شدادة، شدادة تشوف شدادة. جاهزين؟ جاهز برعي؟ جاهز. برعي. This is so worth it, huh? في ناس عم تركض. By the way guys, أنا اليوم إجيت على جبل حفيت لأن أنا بحب أطارد السانسيتس، فإجيت على أحلى مكان كنت شفت فيه سانسيت. اليوم الحرارة 23، مفيش ولا غيمة بالسماء، وإن شاء الله نشوف أحلى سانسيت في الإمارات. هاي فاي برا. يعني شوف ورا كنت عم بخطط لهذا الجاي لهون. طبعا انا اول مره باجي على جبل حفيت وجو حلو بالامارات، فقررت انه اركب السياره اكشفها اسوق لهون. توقعت الجو يكون ابرد شوي بس هذا الجاكيت بكفي، وكنت بدي القط احلى غروب شمس بالامارات. عرفت الحظ انه الحرارة ممتازة، اليوم ما فيش غيوم ابدا، بما يعني انه لما الشمس تغيب كمان 25 دقيقة احتمال يكون هذا احلى غروب شمس حشوفه بالامارات. برعي سأل فوان هو يجاوب، عرفت؟ فبس يعني هذه الشمس اللي شايفينها يوما ما حتصير ريد جاينت، ريد وورف، ريد جاينت سمثينج. المهم حيكبر حجمها الشمس وحتلتهمنا النيران، بس ما حنكون هون، حكون زي زهر التراب اللي هون. يا زمان يا هالدار.